مرحبا فيكم فقرة مهنتي. معنا اليوم بمهنتي الحاج فايز الأغبر أبو عزام، راح يحكي لنا عن فن النحت والحجر. مرحبا فيك حجي فقرتنا. أهلا وسهلا. وحابين نعرف. شرفتوا يعني. الله يخليك طول عمرك. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. حابين تحكي لنا عن فن الحجر والنحت والرسم، وكيف كانت عن بداياتك؟ بداياتي كان والدي وإخواني فنانين رسم كانوا نحت بالحجر. أها. فمن صغري اروح معه على الورشه اتعلم اخذ كذا حجر البناء، حجر ايام ما كانت في مناشير بالازميل والشاكوش اللي تصير فيه. دق الحجر لهم اسامي كان نحتاجها. طبعا مسمسم طبه وازميل وشاكوش ومطرقه وشاحوطه وازميل وشوكه، مليون اسم فيها. نفس الحجار تعدت النحت يكون 10 12 شكل فيها. في رفيع، في مقور، في مدور، في عشان تسوي الزخارف بالضبط تضبط معك الزخارف. كل خط فيه له زميل. كيف بلشت معهم؟ بلشت بداياتي مع حياة والدي واخي الكبير ابراهيم. نحط حجر زي البونه العادي يعني، مش مربع تربيع كذا. فاظهرت مذاقه من اول اسبوع اشتغلت فيه. انتجت حجر كامل وانبنى. حلو. اول اسبوع. حلو. اخذت الرواء لما شجعوني شجعت اكثر بنفسي، يعني صرت اهتم بنفسي. طلع وين في ايش بقدرش اعمله اساويه. وين في صعب بدي اعمله. اتطور نفسك. اتطور نفسي. اطلع مباني فنايه بس قديمه فيها زخارف حجريه قديمه جدا. فصرت اخذ منها واطبق واشتر اي محط. لما بلكت الصناعه بعد حوالي يمكن 8 سنين. حلو. عمري كان 16 سنه دخلت الصناعه. ما شاء الله. صرت 24 ملكت نفسي اشتغل لحالي صرت. كل شيء زخرفة يخرب علي أسويه، بوابات وأقواس ورسومات كلها بسويها المستوى هي، لأنه هو أساس النحت فن الزخرفة أساسه الرسم. صح. أكون نايم بالليل أذكر رسمي أو رسم رسومها عشان تنام أطبقها ثاني يوم. حلو. كانت عندك الموهبة. موهبة من صغير. فكل معظم شغلي كانت أفكر بالليل أتصوره كيف بنى في الرومان، كيف الصوت، كيف أخذ أفكار وأعطي أفكار من عندي. أقوم قبل ما أنام أكتب أقول أكتبه أحسن ما تروح أكيد. فالحمد لله صرت فنان مشهور في البلد عند فنابلس. اشتغلت عدة بنايات إيش مرتب منيح يعني. وإن شاء الله الحمد لله. الحمد لله. تقلنا حاج كيف دخلت مجال الزخرفة ولشو الزخرفة استخدماتها؟ الزخرفة استخدمتها أول شيء على الحجر. المباني الحجرية هي الأساس هي. بس بالنسبة للزخرفة اللي بسويها أنا على الأزاز، على الرخام، على البلاط، على الخشب، على السيراميك، على كل شيء بتمتلكه، على الكرتون، اللوحات، كل شيء بصير فيها. يعني طورتها على أكثر من استخدام مش بس على الحجر. طبعاً أقول حتى الفول سينيك عملنا منه. حتى على الفول سينيك. الفول سينيك ممكن نسويه على سجاد. المكيف سجاد. على الجلد. الجلد موجود كل شيء شوي. محتمل أي شيء يصير عليه. أنت بدأت باحتراف الرسم؟ اعتبرت حالك محترف بالرسم؟ بدأت أول رسم رسمتها في 72 في السعودية. أنت أسلم جامعة اعتبرت حالك الرسم. محترف رسم أيامها أنك لا بديت لكن بديت في 72 لكن الحجر عندي سابق من الأول. لكن فرق الرسم 100% بديت في السعودية. بديت في السعودية. إيش رسمت أيامها؟ أنت أسلم جامعة البترول. عندي مهندس عراقي اسمه سامر اسمه. عملت رسمه باليد هيك قال لي والله انك فنان. ايه الكلمتين شجعوني. حلو. اكيد روح اتغدى الدغيا ساعه زمان يرجع لإلي اعمل له رسمه جديده. كل يوم رسمه جديده. شجعت اكثر. حلو. يعني هوايه موجوده وصقلتها اكثر بشغلها. طورتها طورتها. فاساس عندي الاسبقيات في الحجر لانه. او بلشت اسبق أيوة. الحجر وكملت بعديها. انحت الحجر نحت. اما احتراف الرسم في 72 كان. بداياتك ب 72 فهذيك الايام في عندي رسمه عمرها 20 سنه موجوده لعندك؟ اي موجود عندي. فرسمت اخر مره قبل حوالي 10 سنين عملت 170 رسمه. حلو. هذه الوحيده منهم ظلت هي
وزعتهم كلهم يعني. طب ما حاولت تعمل معرض لهالرسومات؟ كان شيء بسيط كان. وزعتهم البنت بنت ابني بالمدرسة ردت أسرار، عدت 20 صورة ردت. بنت عمار ردت صورة للمديرة تطلع عدتهم. وزعتهم، ظل هالرسمة الوحيدة بعترس فيها. طيب حس شو بتلاقي صدى مهنتك هي على عائلتك وعلى احفادك؟ بتشجعهم؟ في عندهم هالموهبه هي فن الرسم؟ في ناس بتشجعوا وفي ناس خايفين علي، ولا بتخاف ظهرك بتخاف عينك عشان بتعلمهم زي زوجتي يعني. لكن احفادي مولعين بالرسم اكثر شيء، اولاد عمار في منهم ابن ياسر علمته ومشى وصار برسم يعني. ما شاء الله. بتصور كمان بدايات احسن بدايات بتصور. نجي اليوم أسكى شوي طبعاً. فاللي حصل والحمد لله ماشي الأمور. بتشجعهم بتعلمهم مبسوط عليهم إنهم عم. لما رسمت 170 رسمة توزعوا في 15/3/2010 رسمت أول رسمة جديدة. في الألبوم عندك موجودة هي. فرسم كل يوم رسمة رسمتين، تشجعت أتطور أحسن حتى وصلت للمستوى اللي احنا شايفينه. وهذا الألف رسمة فيش واحد زي الثاني مستحيل. ما شاء الله. في ناس رهنوني في قلت له بشي بحط 10,000 دينار اللي بجيب واحد زي الثاني. صح. هي قدامك يعني مبين. ما انا شايفه ما شاء الله. ولا صور لا تحت بشوف كلها مع بعض. والحمد لله وماشي الحال. طيب حجي شو اثر التكنولوجيا شفتها انت على مهنتك؟ تطور الكمبيوتر التكنولوجيا اللي ماشي هلا. الكمبيوتر ايش اثرها على شغلك؟ فادتك ضرتك؟ الكمبيوتر بيسوي تصوير رسمات وتصير لوحات تنطبع ارقام على الازاز. بقدرش ارسم زي هذه اللوحه هذا الكمبيوتر. بقدرش ارسم رسمة هذه الاصليه فيهم. فبدك تحط الازاز بدك كمبيوتر، بدك ترسم اي رسمه ارقام اي شيء بدك كمبيوتر. يعني فادتكوا بشغلكوا ولا ضررتكوا؟ 100% فادت. اكيد ساعدت تطور الاشياء طبعا. اي نعم سيد. اي نعم. انت عندك محاولات عم تحاول تعمل نفس اللي عم بيعملوه على الكمبيوتر بس مش تبقى مش نفسه بالضبط. بجوز مش ممكن ارسمه زيهم. مش ممكن. صح. بس اللهم بيساعدنا بنفس التخصص. وانا بفكر الكمبيوتر ارسم عليه الا رسماتي انا. عشان اعمل لوحات كبيره بسوي الكمبيوتر وبوديها على محل الرسم كبروا قد ايه بدك، مترين 4 مترين اي لحظه كذا بسوي لك اياها. نفس رسماتي يعني. رسماتك انت و أنا. بس رسم كمبيوتر ما تعملتش معه بالمره. ولا افكر فيها حتى. اي نعم. طيب حجي شو النصيحة اللي بتعطيها لجيل الشباب اليوم اللي عنده الموهبة الرسم والنحت؟ شو بتقول لهم؟ أول شيء الاطلاع القديم. الاطلاع الحديث، عبي أفكاره، بعدين المثابرة والاستمرار. مش اليوم تعبت وزهقت، لو عندك كل أسبوع رسمة تكون في إرادة عند الواحد. تكون إرادة طبعاً. تصميم. تكون عنده رسم، عنده ميول للشغل أصلاً. أكيد. فيش عنده ميول ما بينفعش. صح. أول مرة عمل رسمة مزعها، ثاني مرة مزعها، ثالث مرة تعطيها 20% بتشجعه، رابع مرة بصير آخر مرة بصير تطور بصير رسم مثلي وزيادة. بس بدها مثابرة الشغلة. أكيد. بس هي فوق المثابرة في عندي أفكار برسم خطوط رئيسية في الرسمة. أنا بسوي هذه هيك وهذه هيك، بحط أفكار الألوان بلون الألوان، أفكار خاصة هذه. مش تعليم. كل واحد عنده أفكاره. أكيد. زي هذه الرسمة. هذه رسمة أرابيسك هذه. أرابيسك عربي. كثير بدون ألوان. ممكن أحط هون أحمر 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 أحمر. أزونها أزخرفها. هذه اللفات أنا عملتها بنفسي يعني هذه. أفكار من عندي يعني. فكل رسمة عندي أسوي لها طبع. هذيك الطبعات اللي عندي ألف طبع صاروا. مستحيل أسوي واحدة على الثانية. أنبسط ولا يعني. ما شاء الله. شو انواع الزخارف شو اسميها مثلا عندك؟ في ارابيسك الاساس اللي زي هذه الارابيسك. في انواع، في زي هذه مثلا ارابيسك زخرفي بسموه. في زي هذه زخرفه نباتيه. زي هذه كمان نباتيه. في اشكال كثير في زخارف نباتات وازهار تعمل هيك. في عملت عندي موجود. وفي اشكال حيوانات عملت عندي كمان. بالبيت لوحه عبارة عن لوحة وزتين طالعين من شجر الموز. ملتين مع بعض تنتين هيك وهيك. وتحت اليمين في 4 حواض لسمك، كل حوض فيه سمكة. مزبوط عمار. كبير موجود عندي هون. بعدين في 4 حياة، تنتين صغار تنتين كبار.
أجناب السمك والنص أربع حياية كتير حلو. وسط المجموعة كلها بتطلع بعيد تلاقي سمكة ضخمة تلاقي على الأزاز. في كمان من الزخارف اللي هي الآيات القرآنية، عملت هيك شيء؟ لا مش شربت ما اضطرت لها الشغلة. الخط العربي درس رابع ابتدائي حتى خامس ما كملتوش. ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك كل هالإبداع وخامس ابتدائي. هي خطي هي خطي ما شاء الله عنك. هذا خطي. طب شو عمر الله أمنياتك؟ شو أمنياتك بهالدنيا؟ هي السعيد في صحتي، أطمئن أولادي بما يرضي الله، أضمن الآخر نظيف إن شاء الله. وأمنيتك بمهنتك اللي هلأ عم تحكي عنها اللي هي الزخرفة؟ والله هي أنا بالأساس مش تجارة عاملها. أكيد هي نفسي أفيد نفسي يعني. انباع ما انباع مش واردي عندي الشغلة. طب شو رأيك بهالدنيا برمضان؟ رمضان أول كان أحلى ولا رمضان هلأ أحلى؟ مليون مرة. شو الفرق بين قبل 20 30 سنة 40 سنة؟ أعطيك مثل بسيط. رمضان زمان فيش كان ساعات عمل محددة، يطلع الشمس يقوم في الورشة تجيب الشمس يروح على بيته. اليوم بقول لك 8 ساعات العمل 6 ساعات وغدا الدور ساعة. زمان ما كانش الحكي، عملنا كان أول مرهق مش ماكينات. صح. نصب الباطون نحملوه على التنكة صبوه مرسي خلاطات زي اليوم ونشاته مش زي اليوم، اختلف كتير ويكون برضه صايم. رسول في السعودية كان الحرارة 50 توصل أصلاً. كيف كانوا يتحملوا؟ قديش يعني كانوا يطلعوا أذان الصبح بجوز ويروحوا قبل الظهر؟ يصلوا الصبح على الورشة على طول يروحوا. أبداً. أبداً. والظهر يكون إذا طلعت الشمس ومش الورشة يقول لك روح نص نهار. ممنوع. أذان الصبح. عندنا كان في نادي الساعة كبيرة زي بيج بن ضخمة. أيوه. داوموا على الساعة الصبح ويروحوا على الساعة المساء. دق المساء يروح. والحمد لله ومشي الأمر يعني. هو كل شيء تعويض. اسمك عود الرياضي وصير رياضي. صح. عود الكسل وصير كسول. مزبوط. فكل حياتنا كلها تعويض، حتى الأكل تعويض. في ذاكر الأكل معين في بحثوبش. فمزاجات الحياة مش مع زي الثاني. والحمد لله أنا راضي عن نفسي وعن أولادي وعن أولادي وأولادي إن شاء الله بكونوا قدوة إلي بكل تعاملهم مع الناس. الحمد لله معاملتنا شريفة مع الناس، صادقين معاملاتنا ما شاء الله عنك. فبرسم بالي مرتاح. لا طالب ولا مطلوب الحمد لله. أي واجبات الدينية والمادية والعملية كمان. وعندي الشباب ما شاء الله. الله يخلي لك يا الله يخلي لك يا عمير. معي عزام وعمار كلهم إن شاء الله الحمد لله. فنحمد الله على كل حال. مشاهدينا في نهاية حلقتنا بنشكر الحاج فايز الأغبر على هاللقاء الحلو، بنقول لك العام وهو بخير وإن شاء الله الله بيعطيك العمر والعافية يا ربي وبتضل بإبداعك وبنجاحاتك وقوات الله. نحمد الله ماشيين ضد جلالة الملك، هو حامي الديار وحامي الأفراد حتى كمان. الله يخليك عمر. الحمد لله. واعتز فيه بصورته كمان. تسلم. وعندي صورة كبيرة جوا كمان. كل عام وانت بخير عمي. كل عام وانت بخير. شرفت يا مرحبا وسهلا. شرفت. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم.